تعرفوا بيكا؟ عبد الباس بومزريك. عبد الباس بومزريك نائب رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، سابقا كنت المتحدث الرسمي باسم ثوار مصراتة. أحمد عبد القادر وياتي، رئيس المكتب التنسيقي لمؤسسات المجتمع المدني، واحد أعضاء اللجنة القضائية في البدايات، ورئيس لجنة تسيير المرافق مصراتة. تعرض ميدان الشجرة في بنغازي وميدان الجزائر في طرابلس لعديد من حملات تشويه السمعة ومحاولة فض الناس عليه. ماذا تعرض ميدان ما هو الشيء الذي تعرض له ميدان العدالة بمصراتة؟ نحن نلاحظ أن الكثير من الأشخاص أو بعض الأشخاص ممكن نقول بعض الأشخاص لديهم فهم خاطئ لطبيعة المجلس المحلي وتاريخ تأسيسه، وممكن ينتقدون من يتواجد الآن في ميدان الاعتصام كون أعضاء المجلس المحلي كانوا من البدائين والسباقين في بداية الثورة، ولذلك من العيب أو من لابد أن نحترمهم ونبقيهم في سدة الحكم، وهذه طبعا دعاية أعتقد أن المجلس المحلي هو شخصيا من روج لها بين العامة، هذه مغالطة وشيء غير حقيقي. المجلس المحلي لابد أن يعرف الكافة والكل في مصراتة أن المجلس المحلي تكون يوم 24/4 بطريقة غريبة لسنا في صدد سردها. كل من يتواجد المجلس المحلي ممن يعرف طبعا في من كان يقود مدينة مصراتة في البدايات كان ما يعرف باللجنة القضائية، وهي خليط ما بين محامين خاصين وقضاء وأعضاء نيابة، مجموعة من هذه الفئة كانت هي التي تدير البلاد عن طريق مجموعة من اللجان منذ بداية الثورة تقريبا من يوم 22/2 حتى 24/4. حصل ما حصل في 24/4 وتشكل المجلس المحلي بطريقة لسنا في صدد ذكرها. من يتواجدون في المجلس المحلي الآن من أعضاء اللجنة القضائية الأولى لا يتجاوزون 4 أو 5 أشخاص، أما بقية الأعضاء فليس لهم دخل بدار. لذلك أنا أشدد وأؤكد وأوضح للجماهير وأهالي مدينة مصراتة ألا يعطوا صفة ليست لهم أو حق لم يكتسبوه أو ولا، ونطلب من المجلس المحلي ألا يغالط الجماهير بهذه الدعاية بأنهم من الأوائل الذين نهضوا في المدينة وأنهم رفعوا أكفهم على رؤوسهم وهذه المقولات الرنانة التي يستعطفون بها المواطنين. يعني تفضل سيد حسن القراري، رأيك. نبي نضيف شيء ثاني، أن مصراتة منذ شهر رمضان وهي تنادي بضرورة إجراء انتخابات، وأقيمت العديد من التظاهرات المناهضة للمجلس، وأقيمت العديد من الاعتصامات ضد مجلس مصراتة المحلي خلال الشهرين الماضيين. كانت التصور هو منح شرعية للمجلس المحلي، هذا المجلس لا يكتسب شرعية، بالتالي هو ضعيف جدا ولا يستطيع اتخاذ قرارات حاسمة. كانوا يتهربون من القرارات المصيرية تحديدا لأنهم يعرفون جيدا أن قراراتهم لن تتعدى أبواب هذا المجلس. بالتالي نحن بحثنا عن الشرعية وقدمنا مقترح لانتخابات مجلس محلي. أنا كنت عضو في المجلس المحلي أو اخترت كعضو في المجلس المحلي بعد أن كنا في لجنة قضائية، ورفضت الانضمام لهذا المجلس لأنه غير شرعي، وأعلن ذلك صراحة منذ شهر 4 عندما تم اختيار هذا المجلس من قبل 38 شخص. بالتالي هذه مسألة ضرورية، والآن نرى أن ضرورة انتخاب المجالس المحلية مسألة وطنية ملحة، لا بد من انتخابات مجالس محلية يترتب عليها اختيار أعضاء المجلس الانتقالي الذي يجب أن يستمر طيلة المرحلة الانتقالية. لا يمكن إجراء انتخابات مؤتمر وطني كما ينادي البعض أو يضغط البعض لأجل ذلك. لابد من بناء مؤسسات دولة، لابد من جمع السلاح، لابد من حل مجموعة من المشاكل الأهم، مشكلة المجنسين وإجراء المصالحة الوطنية قبل إجراء أي انتخابات. استمرار المجلس المحلي بعد انتخابات المجالس المحلية المحدودة بآلية المجمع الانتخابي، نحن لا نستطيع إجراء انتخابات عامة الآن نظرا للظروف التي تمر بها ليبيا، بالتالي هناك آلية لذلك. أنا قدمت مقترح بهذا الشأن وتم نشره على الإنترنت، وهو يقضي بإجراء انتخابات وفقا لآلية المجمع الانتخابي. هذه طريقة متبعة في عديد من الدول من بينها أمريكا لاختيار رئيس الدولة، من بينها الإمارات العربية. لو توافقنا على مجموعة من الأشخاص يشكلون مجمع انتخابي يتم الترشح أمامهم
يقوم هؤلاء بالتصويت لاختيار أعضاء المجلس المحلي الذي يقوم باختيار أعضاء في المجلس الانتقالي. بهذه الآلية نكتسب شرعية للمجالس المحلية والمجلس الانتقالي، وبالتالي يستمر هذا المجلس طيلة المرحلة الانتقالية ليعد إعداد جيد لانتخابات جمعية تأسيسية تضع دستور وانتخابات وقانون انتخابات فقط. أما ما يحدث الآن وللعجلة التي تتم لإصدار قانون انتخابات المواطن الوطني وانتخاب مؤتمر وطني، أنا في تصوري أن هذا أمر مستحيل لا يمكن تحقيقه في ظل هذه الظروف الراهنة. بالتالي ما ينادي به إخواننا في بنغازي أو طرابلس أو غيرها من المدن، وكذلك ما ينادي به هؤلاء المعتصمين في ميدان العدالة، هو عين الصواب وعين العقل. بالتالي على المجالس المحلية أن ترضخ لهذه المطالب، على المجلس الانتقالي أن يرضخ لهذه المطالب، وأن تتم هذه الانتخابات في صورة ديمقراطية، وأن يخرج من يرغب الناس في توليه لهذه المهمة خلال هذه المرحلة. هل الاعتصام ميدان العدالة هل يمثل فئة معينة أو جهة معينة؟ لا، هو مجموعة من النخب المثقفة التي تعي خطورة هذه المرحلة. أنا أدعو كافة المواطنين، كافة الليبيين إلى التضامن مع هؤلاء المعتصمين، إلى الاعتصام. هي ظاهرة حضارية، هي ظاهرة ديمقراطية، علينا أن نعتصم، علينا أن نتظاهر لتصحيح المسار. هذا أمر ضروري في هذه المرحلة. أنا أحد الأشخاص المعتصمين من اليوم الأول، يعني أنا وظيفتي قاضي وعرفت نفسي قبل ذلك أحد المعتصمين من البدايات. ممكن لن تجد الكثيرين يعني يتواجدوا بصفة دائمة، ولكن في تردد مستمر. الأجواء طبعا شتاء قارص، لكن عندنا من الأشياء اللي ممكن تطلع عليها في دفتر موجود غادي، حتجد إذا وصلنا الآن تقريبا إلى 2000 أو 3000 ممن يؤيدون عنوان واحد أو مطالب هذا الاعتصام. الفئات 3127، الفئات مختلفة، وأكثر من تجدهم هم الناس المثقفة الواعية لواقع الحال الآن. هناك معلومة أريد أن أضيفها أيضا، أن ما يسوق له أن المجالس المحلية على مستوى ليبيا كاملة هي مجالس أمر واقع ولابد أن نستحملها طيلة هذه الفترة الانتقالية. أعتقد أن حتى هذه الصفة لا تنطبق على مجلسنا المحلي. مجلسنا المحلي مجلس أمر مفروض وليست أمر واقع، باعتبار أنه لم يتكون من بداية الثورة. لا ينطبق عليه أمر الواقع، هو أمر مفروض علينا، فرضوا أنفسهم علينا بعد تحرير مدينة مصراتة. للمعلومية في يوم 24/4 كانت مدينة مصراتة كمدينة محررة، لم يبقى من شوائب القدافي إلا على في ضواحيها، يعني منطقة الغيران وزاوية المحجوب ممكن قليلا، يعني اتضحت الكفة أو كفة النصر للتوار، ولن أضيف أكثر من ذلك. بارك الله. العفو، إن شاء